ساعة الصفر اقتربت وأصبح حسم معركة صنعاء أولويات القوة المسلحة اليمنية، فمدافع الجيش باتت تقصف أهدافا على مشارف العاصمة. يأتي ذلك من خلال تمكن الجيش من السيطرة على مواقع جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ويرى مراقبون أن حسم المعركة يبدأ من نهم التي تعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة صنعاء، لكن قيادات عسكرية ترى أن هناك طرق أخرى وجميعها تؤدي إلى اكتتاث الميليشيات والمخلوع من قلب العاصمة. الميليشيات والجيش العائلي طبعا تتهاوى هذه في كل الجبهات، والهزائم تلو الهزائم مستمرة، والميليشيات والجيش العائلي يفرون من كل الجبهات، والانتصارات تتحقق في كل يوم على 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 مستوى كل الجبهات، إلى جانب أنني أدعو كل جماهير الشعب اليمني بمساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بانتفاضة شعبية في كل المنتعز وفي تهامة وفي صنعاء، وأدعو كل قبائل الطوق في صنعاء بأن يتجاوبوا مع الجيش الوطني وأن ينضموا إلى الجيش الوطني حتى لا تتدمر صنعاء، حتى لا تتعرض صنعاء لمعارك قد يؤثر على هذه العاصمة الجميلة. ومع اقتراب ساعة الحسم تشتد المعارك في أكثر من جبهة، وكما هي عادة الانقلابيين يسعون بكل الوسائل إلى زعزعة الأمن وإحداث سلسلة من الاغتيالات. كان لصنعاء النصيب الأكبر من تلك الاغتيالات، لكن استتباب الأمن في المناطق المحررة فوت تلك الفرص على الانقلابيين. نحن مستمرون في الفداء والتضحية ومواصلة النضال، وسنواصل حتى تحرير آخر شبر من وطننا. لن نستسلم، مبادرتنا هي سلاحنا وطريقنا إلى صنعاء. ويرى مراقبون أن الجيش الشرعي أصبح أقوى من أي وقت مضى في ظل انهيار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي باتت تجر أديال الهزيمة وفرار قياداتها العسكرية من أكثر من جبهة مع استسلام الكثير ونفير قبائل طوق صنعاء، الأمر الذي لم يكن يتوقعه الانقلابيون، ومع استمرار الانشقاقات في صفوف الميليشيات. تأتي تلك الأحداث مع إحراز القوات المسلحة اليمنية انتصارات في الساحل الغربي استطاعت السيطرة على مدينة المخا ومواقع استراتيجية أخرى، الأمر الذي سيمهد لسيطرتها على مدينة الحديدة وتحريرها من قبضة الانقلابيين. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني.